لكم بتمغربية جملة وتفصيلة، وحضوركم في تلك المنصة الغاية منه ضرب المغاربة وضرب اللحمة المغربية وتشويه المغاربة، لأن سرعان ما خرجنا يا أخي أبرنوس من تلك المنصة، خرجنا منها خرجة الأسود، خرجنا منها أسود. وأنت من خرج حتى أنت يا أبرنوس كان لك دلوك في تلك المنصة؟ لم أقل أنا لأسعد الشرعي في يوم من الأيام اعتبرني إخاني وناظرني، يا للمدلة والهوان أن أعتبر نفسي إخاني. بالله عليك يا أبرنوس أن تسمح لك وتسول لك نفسك أن تقول لي هذا. نعم هذه راه غتقطع، غادي تسحبك، راه لا يسحب الناس، راه كتهضر معايا أنا. ما لا، أنا أسائل الأخ أبرنوس وأتساءل مع الأخ أبرنوس عما قاله القرش. قال لي قال لي أسعد الشرعي اعتبرني، بعدما أسعد الشرعي أصبح كالغريق والغريق يتمسك بقشة، بعدما أراد أن يناظر أبرنوس ويناظر الرأي المغربي ويناظر ياسر ولم يقل أن يناظر الركان، لأنه لا يعتبرك شيئا ولا يراك شيئا، فقلت له اعتبرني إخاني وناظرني. فهنا أقول آخر ما أقول، جاد العزيز على الدليل بصفحة تركت بصحن الخد طابع خمسة، ومضى العزيز يحك راحة كفه، ومضى الدليل يحك جلدة رأسه. صحيح مسترزقين، وهذيك مسألة يعني نقدروا نحلوا فيها نقاش، مسألة الاسترزاق وكذا، وربما الرأي المغربي غادي يكون عنده بزاف ما يقول في هذا الموضوع هذا، وربما حتى الأخير فيها موضوع بكل أريحية، ما كاينش إشكال. لا أبدا ما حليتش لايفات وما قلتش على أنهم مسترزقين. أخرج من المنصة، قال لي الأخ كمال، هي الخروج من المنصة مسألة يعني ما يعني ماشي مع هاد السؤال ديالك اخي كمال، كنجبروا بانه يعني بعيد كل البعد على الممارسه التيكتوكيه. هي منصه محلوله كتمشي تطلب فيها جلس وتمشي. حتى عندما كان يحاصرني الاخ ياسر في تلك المنصه بعدما، وهذا الراي المغربي راه يعقل يمكن على الرقم بالضبط، منين جاني ربما 30 ولا 40 ولا والله ما عقلت، وكان الاخ ياسر يعني يثبت على انه بين على انه كان مرعود من التواجد ديالي تما، كنت دائما نمشي ونطلب قيست ونقول الراي ديالي، وبعض المرات كيطيحني وبعض المرات كيدير بعض الممارسات انه يخلي الكلمه ديالي هي التاليه ويطيح اللايف المفيد. انا ما عنديش، كنطلع مع احمد سلطان، نطلع مع سعيد البارصا، نطلع مع الجماجي، نطلع مع كذا، واسعد الشرعي غير مستثنى من هاد المنصات اللي مفتوحه للفاعلين التيكتوكيين. ثم مساله الدفاع على الشرعي، والله اخويا كمال اقسم بالله والله لا ادافع على الشرعي، بل ادافع عن ما اراه حقا. ونزيدك واحد القضيه، اسعد الشرعي قد بهاد الاخوان كاملين، قد بهم كاملين الى ان ادافع عليه، وهذه المشكله هو انهم لا يستطيعون المواجهه معه، وهذا هو اللي غادي يفسر مثلا القول تاع الاخت مروكو عندما قالت لا ماشي الاخ مروكو، الاخ ياسر عندما قال، عندما قلت لأسعد الشرعي اعتبرني إخاني وناقشني. الكلام كيفاش فهمته انت يا أخويا ياسير، هو كان تزكية لك، هو كان محاولة لأنني نجبدك من ذاك المستنقع انت بنادم اللي ما قادرش على أنه يواجه. قلت له ودي هاد الناس ما قادرينش يواجهوا، خليني أنا نتقمص الدور نتاع الإخاني وناظرني أنا. هي بغيت ندير فيك النفس يا ياسر، بغيت ندير فيك النفس باش تشجع هكذا وتواجه أسعد الشرعي وجه اللي وجهه، خلونا نتفرجوا شوفوا شكون اللي عنده الصح شكون اللي ما عندوش الصح، ولكن أنت ما قادرش. إذا كنت تعتبر نفسك إخانيا ولا تستطيع عن المواجهة، أنا أستطيع أن أتقمص الدورة في مكانك أخويا ياسر. بون باش نعاود نرجع للأخ ياسر، يعتاد على المذلة ويعتاد على المهنة. لا أبدا خويا ياسر، لا، عبد الله رجل ابن رجل ابن رجل ابن رجل،
الرجوله عندنا حنايا في نهضر غير على العائله ديالنا تمارس بذكاء لا تمارس بشعبويه. انا اقول لك بانك ربما انت مثال للمذله والمهانه انت اللي كتحط فيها المغاربه كاملين من خلال بعض التصريحات الخطيره من خلال قولك بان سعيد الباصا يمثلك، من خلال قولك بان الشيخ كوكو يمثلك، من خلال تملقك ومن خلال الكلمات الرنانه التي قلتها في حق اسعد الشرعي والتي حاول الرأي المغربي أن يجد لها تفسيرا غير موضوعيا. ماذا يقول الرأي المغربي؟ أراك عارف بالله كيتنز. لا أنا ما نعرفش بالله يتنز، أنا أقول لكم بأن ياسر والله قلبه يتقطع على تلك المنصة، وأن ياسر قلبه يتقطع على أسعد الشرعي، وأنه عرف بأنه غدر الملح العيش والملح لأنه ركب رأسه في مسألة الأخت جوهرة، ثم قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط للتقوى، لا هو أقرب للتقوى، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أولا السي ياسر تعلم واحد شوية وكون شوية متواضع باش تعلم، راه جوج تاع الناس ما كيتعلموش. المتكبر أقسط أقسط ليس أقرب، ولا تحور القرآن، أقسط 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 ليس أقرب. أوكي ولا تحرف القرآن، سد الميكرو. أقسط صافي أقسط ياسر، صافي أقسط أقسط صافي ياسر. أوكي شكرا. أن مسألة الجنسية ياسر هو ينظمها قانون وضعي، لا ينظمها الشرع. مسألة الجنسية ينظمها قانون وضعي لا ينظمها الشرع، هذه وحدة. ثانية هو أن هذه الآية نزلت في زيد الذي كان ابن الرسول عليه الصلاة والسلام بالتبني، ثم نزلت هذه الآية لينسف الإسلام مسألة التبني على أن تصبح مسألة التبني حرام شرعا. اسقطت ديال كلها مرونه، كلها مرونه، غير كتشوف في السماء وتحط. لو كان كنت شويه تقدر تتواضع ونعلموك شي شويه وتبقى تهضر الهضره بما انك تهضر في بلاصه المغاربه، لو كان راح نلقينا انا وياك واحد الطيار فين غادي نتفاهموا. المراه المسلمه دقيقه القرش، ايوا راه باقي لي بزاف سعيد اصاحبي، والله الا 12 والله الا دابا 11 دقيقه، زد لي 4 دقائق. المرأة فخر لك وأمنا خديجة مولت الدين الإسلامي، على اعتبار أنك داعية إسلامية هنا في مواقع التواصل الاجتماعي. أنا نظن أنك كنت متأثرا بالشيخ كيشة. ولطيف ولطيف أوف، ولطيف 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 ولطيف. واتقهمت أخوتي اتقهمت زيد. زيد واتقهمت اخويا اتقهمت. سد الميكرو سد الميكرو. من اخان تاع ما كيخصكش ما تيخصكش ما تيخصكش كمل كمل. سير عبد الله سير، تفضل عبد الله تفضل هو غادي يحبس. صافي سير سير عبد الله كمل جوج دقائق. عبد الله راه كيقاطعوني دابا راه سعيد. جوج دقائق زايده دابا راه في 12 دقيقه دابا جوج دقائق. سير عبد الله. من الاخان تاع التحت الاخان تاع الفوق عندك واحد الربط ما بين الفوق والتحت، يعني جدول تاع اخان هكذا من التحت للفوق. سد الميكرو. هذا كيدافع على الوطن هذا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ياسر صافي سد الميكرو. ياسر سد الميكرو. ياسر سد الميكرو. ياسر صحيت. تفضل عبد الله عندك جوج دقائق. سير قل لي عليه القلب ديالي. جوج دقائق راه تضيع هذه التفاعلات هذه. قل لي عليه القلب ديالي. قلعوا لي على رقبتي. ثم عندما تكلم عن المراه المسلمه وكذا، انا كنت اعتقد بانه كان ينتظر من الداعمه تاع الراي المغربي على انها تصفط له شي سبح حتى هي، ولكن محاوله فاشله للاسف. الجنسية المغربية تكلمنا عليها، تكلمت لك على هذيك. أنا أعتبر نفسي إخاني باش نمشيو للأخت مروكو. لا الأخت مروكو ما طلعتكش في دقيقة واللايف مسجل، طلعتك تقريبا من بعد واحد 6 أو 7 دقائق ما طلبتي. وعلاش علاش جبتيني؟ اللي جبدك في هذا اللايف ماشي أنا، اللي جبدك هو سي سعيد أبرنوس،
وتكلمنا انا وخويا الراي المغربي على مساله الدعم كما تكلمنا انا وياك بواحد النقاش اللي اعتبرته انا وقلتها لك سير بلاص، قلت لك بانه نقاش راقي. كون سبع وكلهم، كون سبع وكلهم.